السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة جيمنج ويز ترياق البحور. In order to reset the dampening fields, you'll have to reset the dampening locks manually. There are two secondary locks and one primary one. The dampening conduits are massive, so finding the locks shouldn't be hard. This place is now you'll have to reset the secondary locks first. Only the primary conduit is strong enough to support a full flow, and I honestly can't guarantee it will hold. Let's see how the area... I can use this console to transmit directly to your suit's audio system. Let's حلو. Try it out. Someone will pay for this mess. Test. بسم الله ما شفي عصب فجأة. Excellent. I'll be able to communicate with you anywhere in the facility. اوكي، احنا كنا مع دكتور روزنبرغ، وبعدين دكتور روزنبرغ قال لنا حق دكتور كيلر. اوكي، ندش من هالباب، نمسك سلاح لان انا احس اني راح اقاتل. شو تقول؟ ما ادري شو يقول. المهم نكمل. اوكي، بس هالاسلحة اللي عندي، عندي قنابل، وعندنا صديقنا الزومبي قادم في اتجاهنا. نمسك الحديدة ونحاول ندعس في هالدعوز، وانا اضربه ضربتين ونوفر عشان لا يشمخ ويهنا، وهكذا نقضي عليه. في زر هناك ما ادري سالفته. عندنا هني هيد كراب شاير في الكبت او الخزانة، احنا في قطار نسميها الكبت. المهم نواجه الزومبي الثاني ونتلفت يمين ويسار في حالة حذر، لأن نحس أنه في أي دقيقة ممكن يهجم علينا أي وحش. نقتل صاحبنا المحبوس، وعندنا هنا واحد ثاني قاعد على الأرض، ما أدري شي طالع في الطوفة بالضبط، ولكن مو مشكلة نقتله. أي ضربت. أوكي قتلنا. عندنا هناك باور أرمر، بس خلينا نشوف أول شي هني إيش عندنا. زومبي، نقتل الزومبي. اي شو ما في ابيتي، مو مشكلة. نرجع لي الباور ارمر وناخذه ان شاء الله. اوه اثنين بعد، ولا شلون ضرب؟ يشرد وين رايح؟ اوكي قتلناه. في حد زيادة؟ اوه في واحد هني ما ايش يسوي؟ اعتقد قتلناهم كلهم الحين. نرجع للباور ارمر وناخذه ان شاء الله بدون اي مقاطعة اخرى. حلو، الباور ارمر 100 ونسوي ريلود. هالباب يتبطل بس ما ادري ايش الفايدة. عندنا الباب الثاني اصلا مكسور، وهني هالزر شو يسوي؟ اوكي هزر اصلا يبطل الباب، بس الباب يعني حالته حاله، ما له داعي انه هو يتبطل. المهم نكمل في صار كلام حد؟ لا نكمل في ممرات بلاك ميسا. بسم الله في صوت طيارات. نقتل الهيد كراب. اوه بورتجاند، زيادة من البورتجاند طبعا. اي كهربني معني، حاولت اني انخش ولكن بدون فائدة. ما ادري كم واحد طلع، يعني في وايد اصوات. حلو قتلنا واحد. القزاز قاعد يتكسر، هاللي فوق ما ايش قاعد يسوي. اوكي قتلناهم كلهم، كانوا خمسة او ما ادري كم. هاي المدخل الاساسي؟ لا لا هاي مدخل ثاني، كنت اظن هو نفس المدخل اللي دخل فيه جوردن فريمان، ولكن المكان غير، ما يشبهه. ما ادري شنو هالزر اللي ضغطته. هل الباب يتبطل؟ لا ما اعتقد ان الباب يتبطل بعد. اوكي نكمل سير لود اول شيء، لان واضح ان الفصل راح يكون متعب. عندنا هني بعد بورتجان، نخش عشان لا يكهربنا، ونطلق في وجهه مباشرة حتى يتم القضاء عليه. هاي تكهربت، ما ادري ايش في قاعد يضرب الهواء، مع ان انا واقفة بعيد عنه، بس مو مشكلة. اوه الممر تكهرب. اوكي راحت الكهرباء. للحظة ظنيت ان الكهرباء راح تستمر للابد بعدها، طبعا ما ادري شلون بعدي، لكن الحمد لله الكهرباء كانت شيء مؤقت. ما ايش يسوي يا اخي، بس المهم نقتله وخلاص نمشي. وصلنا لهذا المكان الذي لا اعلم ماذا سافعل فيه. عندنا تحذير على الطوفة مكتوب، وفي زر. ايش يسوي هالزر؟ ما ادري، لازم اقرب بحذر. اوه يبطل الباب و اوكي الباب تبطل وتسكر. اوه في اسلحة هناك معلقين على الطوفة، شلون اوصل؟ ممكن ينكسر؟ لا. اوكي ما ادري شلون اوصل هناك.
جايبنا الثانية اللي هي كولا تجرين، بنحاول نضغط الزر فيها، نضغط الزر ونحول على جينا كروس ونعدل. حلو قدرنا نطوف. طبعا الباب ما راح يضبط المرة ثانية. وين أنا؟ شنو هاي نفس المكان اللي كنا فيه من ساعة؟ هي كان صاحبنا هناك قاعد على الكرسي. شو السالفة؟ يعني أنا جيت المكان الصح ولا المكان الغلط؟ ليش ظلام؟ ما يصير أولع ليت؟ عندي إشارة ليت فوق بس شلون أولعه؟ أوكي دخلت في الإعدادات وكان ما بحاط لي زر لتشغيل الليت، ولكن أنا حطيت اللي هو F نفس الأجزاء اللي قبل. ما حين أقدر أولع الليت وأخيرا. هني ما أدري شو لازم أسوي، أعتقد نية المكان الغلط وأعتقد إني لازم أرجع أحسن. أوكي ما أدري يصير يلحقني، يقدر يلحقني هناك ولا ما يقدر. أوكي وصل هني بس ما يقدر يلحقني أكثر، مو مشكلة. نفتح الباب عشان أقدر أرجع وأفهم شو السالفة. كأن الكهرباء اللي على الأرض مطفية كانت لما ضغطنا الزر. أوكي يعني يمكن لازم أدخل في فتحة التهوية هذه، يعني يمكن يكون هاي هو الطريق الصح. مو بمساعة لما دبعن رحت نكسر فتحة التهوية عشان أقدر أعدي وما أعلق وأتكهرب بزيادة عن اللزوم. وأنا أضغط الزر وأنا أنطلق. تكهربت. أوكي مو مشكلة، المهم إني قدرت أعدي. وقفت. شو السالفة وين لازم أروح الحين؟ يصير الأمر من هني. مكان ضيق يعني بس نحاول. أوكي الظاهر لازم أنط هني. وفي أصوات، أعتقد إن هاي صوت الفورتيجانت ينتظرني. طبعا أوه واقف لي. أي طحت. أوكي ما تعودت صدق بس يعني طحت، يعني مضيعة للوقت والجهد وكل شيء. نركب مرة ثانية. أوكي نكسر فتحة التهوية هذه ونمسك الشوتجن عشان نتفهم مع البورتجان اللي وقف هني. وتم القضاء عليه. نسوي ريلود ونمشي في حذر أو بحذر. عندنا شنو عندنا؟ الباب ما يتبطل صح؟ ما يتبطل. وما ادري اذا ينكسر. اوكي قلت انه ما ينكسر بس يعني قلت اجرب عشان لا اندم عقب. ننزل هني يلا. شوف من شوف من، لو سمحت خلني اعرف طعم وياك. تعال قرب هني عشان اعرف الضحك. مو بوقت الريلود والله. في صوت ما ادري كم واحد. يا رب تيها صوب عشان اعرف ايش صار. كروس اند جرين. اوه كروس جرين ماتت، شكله كان في وحش صوبها وانا ما ادري. نعيد. اوكي طبعا عدت وحين اخذها واحاول اوقفها هني. يمكن تكون من خشها الشكل. وحين انزل بسرعة لازم اقتل اللي واقف فوق عشان انتقل لكولة جرين واقتل اللي واقف عندها. اوكي وهكذا نكون انقذتها ان شاء الله، يعني ان شاء الله ما يطلع لها وحش ثاني. معنا الحين في اصوات بس مو مشكلة، عندنا باور ارمر. خلا اتأكد بس ان المكان اوكي. اوكي يلا خلا اخذ. اوكي عندي الباور ارمر فل، فنتجه لي هذا الباب الأحمر. وعندنا هناك في بورتجانت واقف. أوه في اثنين. أوف صادني. يعني في كل الحالات أنا قاعد أريوس عشان أحمي نفسي، ولكن شنو تعورت. نتجه لي الأخ اللي واقف هني ونقتله. فلانة ما فيها شيء. أوكي هالباب ما يتبطل. عندنا رجل أمن ميت وراء الباب. وفي أصوات. عندنا زومبي واقف داخل. وعندنا هني كولة جرين واقفة وراء الباب. أعتقد إني أقدر أبطل لها بس خل أدور من وين بالضبط. عندي بعد هني بابين حمر ما يتبطلون طبعا. ممكن أدخل هني ونستعد لمواجهة الزومبي صديقنا القديم. ك
اوكي عندنا مخزون من الأسلحة والرصاص، نحاول ناخذ بذكاء وحكمة. عندنا هني السلاح العجيب اللي ما يصير أخذه، ما أدري ليه، مو مشكلة. في زر هني أعتقد، أوكي نضغط هالزر عشان تدخل صديقتنا والتي تأخذ نصيبها من الرصاص والأسلحة. خلاخذ، حلو، هي صرت تأخذه، ما أدري ليه، هذيك ما صرت تأخذه اللي هي جينا كروس. أوكي نسوي ريلود، و أعتقد إني لازم أمر من هني. عندنا علاج، حلو، حياتي 100 والباور أرمر 84، يعني الوضع ممتاز إن شاء الله يكون. ما أدري إيش قاعد أولع الليت، يعني مو بظلام. نقتل صديقنا العملاق، العملاق المزعج وراء الصغير، نمسك له هذا السلاح ونقتله ونسوي ريلود. طبعا طبعا في هالفصل انا راح اكون ان شاء الله دائما مستعدة لاي خطر ممكن يواجهني، وعندنا فورتيغان طبعا واقف هني. نقتل الفورتيغان ونسوي ريلود للمرة الالف. وعندنا العود هني واقف، شو شلون رصاصها يلف، يعني شلون شي رصاصك يلف، شنو هالغش، ليه انا ما يعطوني رصاص يلف، يعني بيكون الوضع هالشكل، في نوع من العدل والمساواة. و المهم عندنا هني هالباب، طبعا انا ما اقدر ابطله لان انا مو من سكيورتي، او يمكن ما في كهرباء اصلا. عندنا هني جدول العناصر، اعتقد ناس ما جدول العناصر، ما ادري عطونا اياه في الثانوي وما كنت وايد فاهمه شو السالفه. مو من المواد اللي احبها. نقتل الهيدكراب اللي قاعد ينزل على الدرج بكل هدوء، يتمشى الشيخ. نطلع فوق وعندنا هيدكراب ثاني نقضي عليه، ما ادري ايش فين ذاك الصوب، انا هني وهو ينط هناك. يلا شو اسوي بعد، اوه في اثنين بعد، نستعد لهم ونقضي عليهم. وين الثاني، وينه، اوه كهو قاعد ينط ما ادري شلون بشكل غريب، شكلهم كلوا شيء اثر على وعيهم اذا كان عندهم وعي اصلا. اوه في واحد ثاني وانا قاعد اسوي ريلود مو بوقته، اوه مات برصاصتين. ترى انا قاعد اضغط زر الايمن اللي هو زر اللي هو رايت كليك يعني في الماوس، مثل ما قلتولي طبعا انتوا كلها تقولون لي اضغطي رايت كليك عشان تدورين اسرع، هذا انا قاعد اطبق. طبعا انا قاعده حاليا لان هناك عندنا وحش، فانا قاعده احاول ان انا شنو اقرب منه عشان اقدر اثور فيه صح. اعتقد الاحسن ان انا اثور عليه يعني تحت، لانه هو فوق من فوق كانه لابس درع. ف المهم فهمت ايش قاعد اقول انا، او فهمت ايش انا اقصد. هني هني ما ادري ايش عندنا، ووب اح تعورت، شنو هاي يا اخي، ليه حاطين لنا دري قاصر؟ الحين انتو مركز ابحاث ما شنو حالتكم حاله، واخر شيء ما عندكم ميزانيه تكملون الدري، الله يسامحكم. بس المهم خلاص نتحطم، ناخذ كولت جرين ونيبه للغرفه اللي احنا فيها حاليا، ولما يبقى نكمل ان شاء الله. اوكي جينا كروس انا ركبتها هناك، فاعتقد ان كل تجرين لازم تركب هني، وغالبا ان احنا لازم نحرك هالشيء اللي الدرعي عنده ناقص، الدرعي اللي خلاني اعصب. المهم نحرك والله يستر من اللي بيصير، وفي اشياء قاعد تصير. اوه شكله بقاتل، اي تعورت والله. اوكي وحشين في نفس الاثناء، هني عندها شيء، لا نرجع لجينا كروس اقصد لكل تجرين، و ظهرني لازم اكمل افر هالشي لانه قاعد يرجع. وفي وحش ثاني قصدي بورتغانت، انا ما ادري اشوف الكهرباء الخضراء هذه تطلع واقول لكم وحش، لانه هو طبعا هاي اللي يصير لما يطلعون لنا وحوش بسرعة 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 بسرعة, بسرعة قبل يطلع لي شيء ويقتلني. اوه طلع لنا عود، ولا ثلاثة بعد، عود وبورتغانت وهيد كراب. اوب الهيد كراب، الهيد كراب طاح تحت مو مشكلة. اوه واحد عود، ما ادري هاي العود رقم كم الحين بالضبط اللي طلع لنا، ابى اسوي ريلود يعني. الظاهر اني خلصت، طلع شعار هاف لايف. المهم الحين دور الثانية صح، يلا نحاسب من الدري عشان لا نطب تحت. لا لا ايش قاعد اسوي، قاعد ارجع. اوكي شلون الرصاص على الارض، اثر الرصاص على الارض. اوكي حنضغط، نضغط هني نفر ونستعد للمواجهة اللي راح تصير بيني وبينهم. طبعا جينا كروس حياتها انقصت لاني طحت من الدرج الناقص الله يسامحهم. نقتل هذا الشيء الكبير او العود،
وعندنا بورتي جانت طبعا بصوت الكهرباء تدري ان بورتي جانت وراك. لحول ما تخلصون انتو، مو بوقت ريلود يعني كلش مو بوقته. الاصوات اللي قاعدة تطلع كأنه وايد من هالعود قاعد يصرخون ويا بعض. اوه لعبة شيرت. اوكي كنت اظن ان اللعبة بتعلق للابد وراح اضطر اعيد الشابتر، لكن الحمد لله علقت بشكل مؤقت عندنا بورتي جانت. نقتلها وحياتي وايد انزلت. خلصت؟ اوكي وقف ما يفسر زيادة، اعتقد اني خلصت وصار هدوء. اوكي الحين شو لازم نسوي؟ ان يطلع لها شعار هناك، ما طلع لها شعار ليه؟ اوكي كل شي يقولنا انا خلصت، يعني اهم شيء الهدوء في المكان. الحين ننزل على هذا الدرج بحذر عشان لا اطب واتعور. كفايني تعورت من ساعة. طبعا الباور ارمر خلص، ما بقى لي الا علاج. عندنا هاند كراب هني على الارض، هالي من ساعة طاح، طبعا ضربني وعقب طاح. المهم ننزل وراح ادور علاج اول، بعدها ان شاء الله نكمل. هناك لازم نروح سيدا، بس خل اخذ علاج اول. اوكي هاي الباب اللي من ساعة جيت عنده وكان ما يتبطل. عندنا باور ارمر تحت بس خلصته يعني من ساعة. نكمل هاي الغرفة اللي كنت فيها من ساعة تحت مع دكتور كيلر. اوه عندنا عود هني، طبعا هو اول ما يشوفك على طول يثور بشكل مستمر. عندنا باب نص مفتوح نقعد ونعدي. هذه الغرفة بعد كنا فيها من ساعة. في رجل امن مسكين ميت، في صوت وحوش طلعوا وبرتقانت. يا رب يعني لازم ارجع لهم وقاتلهم. اوكي قتلنا، بعد في صوت شيء. اوكي تحت، اوكي شكلي بقتل انا ولا ايش رايكم؟ في صوت العود والله. خل اقتل احسن. اوكي صوت العود قاعد يطق على الارض، بروحه هوري لك انا لابس حديد. بسم الله في صوت وحش طلع. اوكي عندنا العود هناك، اوه واحد ثاني بعد. يلا ما ادري كم واحد نقتل اليوم من هالكائن المزعج. نسوي ريلود. اوكي نطلع فوق هني، عندنا واحد هناك نحاول نقتله. اي اوكي قتلناه. في شي تحت؟ لا الوضع ما انتهت، بس هناك في حركة. اوه كهو ما ادري ايش في معلق فوق، بس نسوي ريلود قبل ان نواجهه. ومن ثم نحاول نتفاهم وياه. قتلنا، ما ادري هو طالع فوق صح ولا هو جلتش في اللعبة ولا ايش السالفة. المهم عندنا فتحة التهوية هذي نكسرها. اوه بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي تعورت شوي بس المهم اني دخلت. حياتي طبعا 53، هالشي مو بزين في هذه اللعبة. اوه ياني. اوكي نقتله او نحاول. حلو قتلته وحياتي انقصت طبعا، صارت 49. عندنا هني اوكي ما ينكسر، نكمل فيه على الاتجاه الثاني. واحنا طبعا نسوي ريلود. عندنا هذه الغرفة، نمسك الحديدة عشان نكسر. في صوت هيد كراب. اوكي عندنا علاج، خلنا نتعالج. اوكي فيزر، وعندنا باب هني غالبا هو ما يتبطل. وهني هاي ما ادري شنو المكان. اوكي هذا هو الهيد كراب، هذا هو الهيد كراب. منخش ورا، وعندنا هني ترانزيت سيستم مالهم اللي هو نظام النقل مالهم. اوكي يبنى كل التجرين، نضغط هالزر. اوكي تسكر هالباب، وشكلها نفس من ساعة، واحدة لازم تدش وواحدة لازم تضغط الزر للثانية. اوكي نوقفها هني وبعدين نضغط الزر، وبعدها نحول على كل التجرين وندخل هذه الغرفة اللي الله يستر منها. انفصلنا في هاللحظة فهذه مشكلة. اوكي ما ادري ايش بيصير هني، لكن الله يستر في شيء لازم افره، ودام في شيء افره معناته اكيد في وحوش لازم اقاتلهم. بسم الله يا رب ما اموت، لان اذا مت راح اعيد من البداية. نبدا نفر هذا الشيء المشؤوم، ما ادري شنو هاي الشيء اللي يبينا نشغله. دكتور كيلر بدينا
اوه شوفوا من شوفوا من عيال نايلانث اللي يطلعون في الجزء الاخير من قصدي في الادوار الاخيره من هاف لايف الاولى. اوكي نحاول نقتلهم نحاول نقتلهم بتركيز ان شاء الله مع انهم وايد وقاعدين يعوروني. اوكي قتلناه حلو حين نكمل. المشكلة هاي يرد يعني انا اتم افره وقاتل شلون بعدين هو طبعا يرجع لما انا اهده. المشكلة ما اقدر اخلي الوحوش يتراكمون يعني بموت يعوروني في النهاية هم. اوه شكلنا ما بنخلص احنا. اي 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 اخس. اوكي 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 بسرعة بسرعة اخس خلاص الرصاص. نحول على سلاح ثاني اي سلاح يطلع في يدنا مو مشكلة. يلا شوتجن نجرب كل شي قاعد نجرب عليهم اليوم. ما ادري انا هني خلصت ايش قاعد يصير. شكلي رديته والله ولا قاعد افر انا الحين ولا ايش قاعد يصير. اوف شكلي بموت بموت خلاص بموت. يلا يلا اوكي مت نعيد من اول. اوكي وصلت لنفس الجزئية نرد نحاول مرة ثانية. طبعا عدت الفصل كامل انتم متخيلين انا لعبت كل شيء لعبته طول الحلقة مرة ثانية. طبعا هالجزء ما في سيف فلازم كل شوي نعيد. هذه ما ادري اخليها مخشوشة هني ولا اخليها واقفة على الصوب عشان يعني يتوزع تركيزهم شوي علي وعلى اللي واقفة هني يعني فهمتوا شلون؟ عشان ما يكون التركيز كله علي. طبعا انا قلت لكم ان انا راح العب مع حياة بحارة ولكن غيرت رأيي لان لما يستوي وضع مثل هالوضع ان شخصيتين يكون كل واحدة لازم تسوي شيء هالشكل راح يضيع جزء من التسجيل. يعني في جزء من اللعبة ما راح تشوفونه او مثلا انا اكون في صوب وحياة بحارة تكون في صوب والدكتور يكلمها او احد العلماء يكلمونها معي شلون انا راح اقدر اترجم الكلام ما راح اقدر اسمعه وما راح يكون في تسجيل اصلا لان التسجيل بس من شاشتي انا. فقررت اني اكمل اللعبة بروحي. طبعا قاعد ادفع الثمن غالي لانه وايد صعب الشيء ولكن مو مشكلة ان شاء الله اني اقدر. لحد الحين انا قادرة مع اني قاعدة اعاني صراحة و ما ادري كم مرة عدت الفصل. المهم ان احنا الحين نحاول نركز ونحاول قد ما نقدر ان احنا نعدي هالمرحلة احد المراحل الصعبة صراحة في اللعبة. اوكي هي تقاتل وياي سمعتها تثور حلو يعني قاعد تساعدني. اتذكر يوم كنت صغيرة لعبت هالجزئية مع اخوي وبس وقفنا هني ما قدرنا نكمل كنا صغار طبعا فما نعرف شلون نلعب صح فوقفنا هني. يعني وقف خلقتلك وقف من رايح بروحك ما ادري ايش فيك قاعد تثور علي شي يعور. بعد عندنا هناك واحد مو مشكلة خلينا نكمل احنا ما فايدة طبعا لازم اقتله. اوكي خلاص وصل حده شو ما يفتر اكثر من شي يعني شو لازم اسوي. انا لحد الحين ضاغطه بس لازم اتحرك. اوكي نخش هني ما ادري شو لازم اسوي اضغط الزر هني يمكن يتبطل الباب. اوكي الباب شكله ما يتبطل شكلي راح اتم محبوسه هني برا واقاتلهم. الله يستر ما ادري كم واحد والله يعين. اي اي اوكي لحد الحين وضعي زين لحد الحين حياتي تمام. اوكي هو يتكلم بس انا صراحة ما اسمع شو يقول ما اقدر اسمعه بوضوح بس يقول ان في شيء غريب قاعد يصير او في شيء مو طبيعي قاعد يصير. هاي السلاح اسرع صراحة يمكن مو باقوى بس اسرع. ضغط الزر هني مرة ثانية لحين الباب من براضي يتبطل طبعا. اوكي خليني هني واقفة انا. اوكي ما ادري ايش يقول عن الطاقة بس في شيء مو طبيعي قاعد يصير واحنا ننتظر. هذا الماكينة العودة او الاجهزة اللي هي عندها. اوكي يقول ان الضغط عالي وانه هو راح يضطر انه هو يسكر هذه الماكينة او الآلة بزر الاغلاق زر الطواري شيء شيء. المهم مو مشكلة احنا لحد الحين الحمد لله ما في وحوش. شو لازم اسوي يعني الف مرة ضغط الزر.
I'm going to see if I can access the transit system and bring a working tram to us. I'm afraid whatever held the rift open did so with intent, my friend. These aliens may not all be here by accident. وهكذا نكون خلصنا هذا الفصل المتعب. طبعا كنت حسيت بالمعاناة وأنا ألعب. المهم شكرا لكم على كل شيء، وتحملوا بروحكم والله يحفظكم.